في عطري ومستمرين في تغطية الأحداث وما يدور على الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة. ومن قطاع غزة تحديدا الآن ينضم إلينا على الهواء مباشرة مها شهوان. مها شهوان، أهلا مها. مها، في البداية يعني أصواتنا وقلوبنا ودعواتنا وصلواتنا أكيد لأهلنا في قطاع غزة. مها، حدثينا أكثر، ما يحدث الآن داخل قطاع غزة؟ وضع كارثي، وضع صعب جدا، انقلي لنا صورة من هناك. تمام، أول شيء أشكركم على الاستضافة. أنا صحفية بس هتكلم بلسان مواطنة. اللي بصير عندنا يعني الحروب اللي احنا عشناها احنا ما شفنا يعني كل الدمار اللي صار بالعشر سنين بتجسد بالخمس أيام اللي احنا قاعدين بنعيشها تحت الضرب. الضرب ما بوقف بالمرة، ما بيرحم لا صغير ولا كبير. كل المستهدفين هم ناس مدنيين آمنين في بيوتهم عزل، ما عندهم سلاح بيقاوموا فيه. احنا عندنا دمار، دمار شامل، دمار يعني دمار كبير صعب احنا نوصفه. احنا فعليا قاعدين بلد الموت، يعني احنا قاعدين، احنا مش صامدين، احنا بنستنى الموت. صامدين بنستنى الموت، او كلمة صمود مش هحكيها، صمود انه احنا بنكون صامدين لشغل عشان نحقق. نعم، بس الموت مش غاية يعني الواحد يفرح فيها. انا بتكلم بكل صراحة، ما راح اطلع احكي والله احنا صابرين ومش عارف والكلام اللي بقعدوا بيحكوا على الاذاعات، وانا بعتذر من الاشي هذا. احنا فلسطينية وبنعتز بوطننا وبندافع لاخر رمق. لكن احنا تعبنا، احنا انهلكنا، القصف ما بوقف 24 ساعة، قصف نار حوالينا وين ما كان. المنطقة اللي انا ساكنة فيها ما اعلم عنها هي منطقة حزام ناري حتى اللحظة. نعم. حزام ناري يعني نفس كل المربع اللي احنا بنكون عايشين فيه. المنطقة اللي انا عايشة فيها يعني بين بيتي جنب البيت اللي انا ساكنة فيه بيت القصف، هذا عادي يعني بالنسبة لنا. بس نعم. وصلنا الشظايا والإزاز والحجار وشوية شظايا من الصواريخ، عادي توصلنا، يعني احنا بأمان، هيك احنا بنكون آمنين. نعم. هيك هذا الأمان بالنسبة لنا. نعم. أما المنطقة نفسها تنتفنا كلنا وإحنا قاعدين، جينا إشاعات كتير إنه اطلعوا فجأة ما بتكون الصوانة هيك، يعني حدا بيلعب بأعصابنا أو الصوانة مسجرة يعني مش صحيحة. لا عندنا كهرباء ولا عندنا مية ولا عندنا إنترنت. الخطوط اللي بتمسك هي الخطوط الدولية، يعني اتصال دولي أوكي بصير، أما اتصال داخلي هذا قليل جدا. إحنا بنتواصل مع بعض عن طريق الرسائل النصية، عن طريق الجوال. نعم. إنه شو بيصير، يعني أي واحد عنده خبر يعرف. التصعيدات اللي قبل أو الحروب اللي قبل أو المعارك اللي حتسموها كنا بدكم تسموها، إحنا يعني كنا نعرف وين القصف بالذات. نعم، فصل وقطع الخط مع مها. قطع الخط مع مها. يعني والله الواحد يعجز عن الحديث لكم. يعني والصورة تتكلم اليوم. إذا بنفتح على شاشاتنا وعلى الجزيرة وعلى تلفزيون المملكة وغيرها، يعني الصورة تتكلم، يعني ما في كلام يعني، ما في كلام صراحة. ولكن أوضاع كارثية. نعم. جرائم ضد الإنسانية. يعني والله نأسف على ما يحدث، ودعواتنا لكم والله نأسف.